بنرحب فيكم في حلقة جديدة في برنامج كفاءات أردنية، وضيفنا لهذه الحلقة المدير العام لشركة التخليص، الشركة السورية للتخليص ونقل البضائع، من أولى الشركات المؤسسة بالأردن. في البداية أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك. طبعا قبل الحديث تحدثنا أن هناك بعض ومجموعة الشركة السورية لها مجموعة من الصوري. نعم سيدي. الصوري. يلا 3. قبل اللقاء تحدثنا أن شركة السوري لها بعض النشاطات ولها بعض الأعمال ولها بعض أيضا عدة قطاعات في قطاع السياحة وقطاع الإسكان وقطاع التخليص. في البداية أولا تحدثت أن شركة التخليص هي من أولى الشركات في الأردن، والمؤسس لهذه الشركة الوالد. طبعا إحنا في البداية لو تطرقنا وأبدعنا في شركة السوري للتخليص ونقل البضائع، المدير العام السيد خالد السوري، عن هذه الشركة وعن السيد خالد ماذا يحدثنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدايات هذه المهنة أخذتها عن الوالد. نعم. الوالد من أولى الشركات في الأردن. نعم. أسست هذه الشركة التخليص في سنة 2004، وابتدأنا من المنطقة الحرة السورية الأردنية لغاية سنة 2012، والحمد لله هلا فروعنا في العقبة والمنطقة الحرة الزرقاء ومطار الملكة علياء وفي جمرك عمان. ما شاء الله. والحمد لله الأمور كويسة وجيدة والشغل كويس والحمد لله. الحمد لله. أيضا يعني الشركة السورية للتخليص ونقل البضائع هي شركة من أولى الشركات في الأردن، وأيضا أكاسيا للسياحة والسفر. نعم. هذه الشركة جديدة ومنشأ جديد في هذه الشركة، لو تحدثنا أيضا عن هذه الشركة تحديدا. بالنسبة لشركة أكاسيا والسياحة والسفر هي حديثة. من حبي إلى العمرة والحج كل سنة كنت أطلع أنا والوالد والأولاد والوالدة ثلاث إلى أربع مرات سنويا، وأنا طبيعتي بحب هاي الشغلة. ما شاء الله. وبناء عليه أسست هذه الشركة اللي هي سياحة وسفر، لها تقريبا شهر ونص شهرين، والحمد لله بدأت في بداية الشهر والحمد لله أنجزت وطلعت معتمرين كفاية مثل اللي له 10 سنوات وأكثر. ما شاء الله. الحمد يعني لله. يوجد هناك الخدمات المميزة في هذه الشركة. نعم نعم، خدمات مميزة بنطلع الفي آي بي. نعم. اللي كل الخدمات اللي يكون موجودة وفي مصداقية في الحكي العمل. نعم جميل. طبعا يعني عن أهم الخدمات أيضا التي تقدمها الشركة السورية أيضا للتخليص وشركة أكاسيا للسياحة. نعم. والسفر. نعم. أهم الخدمات، الخدمات اللي هي أولا المصداقية، تعامل مع الناس بصدق. نعم. وكل اللي بنحكي فيه لازم يكون مضبوط 100% إذا ما في زيادة على الحكي هذا. جميل. نعم جميل. قبل الحديث يعني رأينا هناك فيلا لمعالي وزير الدولة وأيضا رجل يشهد له القاصي والداني ومعالي مجحم الأخريشة عن هذه الفيلا الراقية، وأنا شخصيا قمت في زيارة هذه الفيلا قبل 5 سنوات. نعم. ورأيت أيضا يعني من التشطيبات الدلوكس داخل الفيلا والأعمال المميزة أيضا. نعم. داخل هذه الفيلا، يا ريت لو تحدثنا عن هذه الفيلا، سوف بعد قليل سوف الكاميرا تقوم في تصوير هذه الفيلا خلفية. تفضل سيدي. نعم. هاي في منطقة الكرسي تابعة للجندويل. نعم. هاي فيلتين متلاصقات، مساحة كل فيلا 750 متر. أجا معالي أخونا معالي أبو مالك. نعم. واشترى منا هذه الفيلتين، يد ملف في منطقة الكرسي، هذول الفيلتين اللي عجبوه. جميل. ولا ابنه. جميل. نعم جميل. طبعا يعني قطاع السياحة ما شاء الله، وأيضا قطاع العقار وهو المجمل احنا فيه حاليا. نعم. وأيضا قطاع الإسكان بالأردن، كيف استطعت أن تقوم في هذه الأعمال كاملة؟ الحمد لله. أولا أهم شيء المصداقية والتعامل، والحمد لله في حياتنا ما قربنا لا بنوك ولا غيره. الحمد لله رب العالمين. وهذا أهم شيء، لما يكون لك الإسكان أو العقار أو شغلة تقدر ما تربح كثير وتقدر
على طول يعني تبدل وتقدر تبيع وتجيب وتربح وتستفيد. نعم جميل. وأيضا يعني السيد خالد عن القطاع الإسكان بالأردن تحديدا أسعار الشقق يعني وردنا بعض المعلومات أن هناك أيضا في مرج الحمام نعم. يوجد بعض الإسكانات نعم. لإسكانات والمدير العام ورجل الأعمال الأردني السيد خالد السوري عن الإسكانات في قطاع مرج الحمام وأهم الأسعار، هل هي متناولة الجميع؟ نعم عندنا متناول الجميع. احنا أخذنا الأرض بسعر قديم نعم. وبنينا ومنبيع على أساس السعر القديم نعم. يعني ممكن السعر اللي فيه عند قرية النخيل ممكن على شارع الأردن يكون أغلى منه. نعم جميل. وكان عندنا 22 شقة بفضل الله، إلنا سنتين ضايل عندنا 4 شقة الحمد لله. هذا يدل على إخلاصكم بالعمل سيدي. نعم سيدي. كيف يعني ترى أيضا تطور قطاع الإسكان بالأردن ونحن الآن في بال2012 إن شاء الله بال2016 وداخلين على 2017 نعم. كيف ترى تطور هذا القطاع بالأردن تحديدا وفي هناك شغل إن شاء الله بإذن الله بال2017 رؤية مستقبلية لكم إن شاء الله مستمرين، بس مش زي قبل 3-4 سنوات لأنه نعم. أوضاع المنطقة كلها ما بتسمح للإشياء. يعني الحمد لله كنت تبيع في السنة عمارتين ثلاثة، هلا أقل سنة بتبيع لك عمارة، بس الأمور بخير الحمد لله. يعني انطلاقة عملكم في القطاع الإسكان ما شاء الله نرى أن هناك يعني في مرج الحمام من خلال التصوير وقاموا أيضا بعض قبل المجيء إلى مكتبكم قامت قناة دوسات نعم. بتصوير الإسكانات في منطقة مرج الحمام ورأينا أيضا على أرض الواقع من تشطيبات ديلوكس نعم. لماذا يعني في بعض الإسكانات الآن عم بقوموا في عمل غير صحيح؟ نعم. انتوا الان عندكم كقطاع الاسكان عندكم كفاله بعد شراء؟ احنا كفاله شخصيه نعم. اي زبون بيشتري من عندنا بنقول له سنتين ثلاث اربعة خمسة اعتبر انه احنا اخوانك، اي بده صيانه اي شغله نفس العماله الموجوده او الفني بنبعث له اياه. جميل. مش خسرانين ولا شيء. جميل جميل. طبعا اكيد قطاع الاسكان واي قطاع بالاردن لا ينشأ أو في هذه المملكة الأردنية الهاشمية إلا أن يكون هناك نعمة متوفرة وهذه النعمة ونحن الآن نعيش في محيط ملتهب من دول شقيقة عن نعمة الأمن والأمان. الحمد لله هذه هي أكبر نعمة في الأردن اللي هي نعمة الأمن والأمان. يعني عدم الواخدة لما تطلع أختك أو مرتك أو أمك ساعة واحدة تنتين بالليل نعم. ما في أي بني آدم بتعرض لها زي باقية الدول المجاورة. يعني هاي هي النعمة لازم الناس تحمدها ليل نهار ويشوفوا اللي حواليهم ويحافظوا على هذه النعمة في هذا البلد نعم. تحت ظل جلالة سيدنا اللي بسعى ليل نهار عشان يأمن المواطن وأمن الشعب في الاستقرار والأمان، وهذه أكبر نعمة علينا إحنا الأردنيين. وأيضا ما هي رسالتك إلى العين الساهرة؟ العين الساهرة اللي 24 ساعة بتطلع بتلاقي الأمن والأمان والدوريات كلها، هاي كلها علشان تحافظ علينا، مفروض نحترمها ونقدرها. ولما إنسان أو شرطي في الليل يوقفك مفروض تشكره وتقول له الله يعطيك العافية. نعم. وهذه هي أكبر نعمة علينا والله يديم النعمة هاي على الأردنيين يا رب. آمين يا رب. طبعا هذا اللقاء لك دافع راح يكون لك وفيدباك أيضا من إعلان وإعلام بنفس هذا الوقت. يا ريت أيضا أن نحدد موقع الشركة للتواصل من الزبائن، نحدد موقع الشركة وأيضا بعد قليل سوف تقوم الكاميرا في عرض البزنس كارد والأرقام المعروضة على البزنس كارد. تفضل يا سيدي. عند موقع الشركة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى ابن الهيثم مجمع نور التجاري اللي فيه موجود بنك القاهرة عمان والفارماسي وان على الطابق الخامس. ما شاء الله. كمجمع نور التجاري اسم معروف في شارع الجاردنز شارع المدينة في شارع المدينة المنورة عفوا. هل هناك بعض المجمعات غير مجمع نور التجاري؟ لا الحمد لله. كيف لماذا اخترت الاسم وهو اسم نور التجاري؟ نور التجاري نعم. اسم بنت اخوي عادل اسمها نور ما شاء الله. على اسم بنت اخوي عادل سمينا مجمع نور التجاري. ما شاء الله. الله يا رب يخلي لكم اياها ويحفظ لكم اياها. وايضا يعني قبل اللقاء وتحدثت لي ان بعض
بعد 19 عاما. نعم. أتيك عبد القادر وعلي. نعم. طبعا ما شاء الله عليهم. قديش عمره عبد القادر ما شاء الله عليه؟ عبد القادر حاليا في الصف السابع وعلي في الصف الخامس. عبد القادر بالصف السابع وعلي في الصف الخامس ابتدائي. وعلي بالصف الخامس. الله يا رب يحفظ لك اياهم ان شاء الله ويخلي لك اياهم ونشوفهم ان شاء الله مهندسين ودكاتره يا حياتكم ان شاء الله يا رب. الله يعزك. طبعا السيد خالد، يعني في نهايه هذا اللقاء نريد ان نحدث الساده المشاهدين عن اهم الانجازات التي حققتوها على ارض الواقع من قطاع الاسكان وايضا قطاع السياحه وقطاع التخليص بالاردن. عن قطاع الاسكان اهم الانجازات اللي حققتوها. الحمد لله انجزنا كثير في منطقه اتلاع العلي وفي خلده وفي الكرسي، تقريبا في منطقه الكرسي من سنتين تقريبا 5 مشاريع. لنا مشروعين في طريق المطار قريه النخيل، وانجزنا برضو اسكانات في خلده قبل 10 سنوات او 12 سنه في خلده وام السماك، والكلها الحمد لله بفضل الله ناجحه 100% بفضل الامن والامان اللي هذا موجود في هذا البلد. الحمد لله رب العالمين. طبعا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر. وقبل نهاية هذا اللقاء وردنا الآن سؤال من أخونا عمر مدير التصوير. لو قدر لك وأن قابلت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ماذا ستقول أو ما هي الرسالة التي تود أن تقوله؟ هذه أمنية عندي أني أقابل جلالة سيدنا، والله يحفظه على روسنا والله يديمه والله يحميه يا رب، اللي ليل نهار 24 ساعة وهو مسافر رايح جاي على أساس يأمن هالمواطنين وهالشعب. آمين. وهاي أكبر نعمة الحمد لله، والله يحفظه فوق روسنا يا رب. آمين يا رب. حمى الله هذا الأردن قيادة وشعبا. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا أعزائي المشاهدين إلا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس إدارة والمدير العام السيد خالد السوري لتخليص ونقل البضائع، وأيضا أكاسيا للسياحة والسفر، وأيضا شركة السوري للإسكان الواقع في مرج الحمام وعدة مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية. في نهاية هذا اللقاء هل من كلمة أخيرة؟ الحمد لله، الله يديم هالأمن والأمان يا رب في البلد، والله يديم جلالة سيدنا ويحفظه ويحميه يا الله يا الله. وإحنا أيضا يعني بنضم صوتنا إلى صوتك. الله يديم نعمة الأمن والأمان في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. السيد خالد شكرا جزيلا لك. شكرا لك.